خوتي خواتاتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله أه هاد السيده دخلت رهنت عندها تسبق خمسة مليون على شكل رهينه في 2016 مني سالات ديك قربت سالي ديك الكونترا. قربت سالي الكونطرا السيده قطعت لي الموضه اصلا كنت قبل مني يلا بديت بدات تقطع لي الموضه واحد شويه كتشعلو بالليل كتشعلو بالليل دازت بحال ما هكانيه قربت تا تكون طرح برساله رساله ريكوموندي ما جاوبتش عاود تاني على طريق عون قضائي تاني ما جاوبتش دفعت للمحكمه دابا انا ويا سيدي في المحكمه انا دافع الدوسي المحكمة، هي المحكمه حكمات أه باش غنفذ الحكم ما بقاش غنفذ الحكم لقيت راسي شهادة الملكيه ماشي في سميتها يعني بحال ما عندي ما منها شهادة ملكيه ماشي في سميتها حتى ورقه ما كتجي في سميتها بعدا انا ساكنه هنايا لا مال ضو شوفوا من 2016 وهي كانت كتقطع تسالات ديك المده صافي قطعته بالمره قول 2000 في شهر 12 قبل ما تسالي الكونطرا قطعته مرة لحد الان الماء والضو راه هو مقطوع وجالسه انايا وما شي واحد غيجلس لا ما لا ما مكاينش شي واحد اللي غادي يجلس لا تلفازه لا هي اللي مكلبه بهاد الفيلا هنايا ما كاينش تحت كيجي عندها كيجيو عندها الرجال رجال كيجيو عندها مع عندها ولا يبات ما عنديش معاها ما نهضر وتالي يجي كيهضر معاها كتنوض ليه بالسبان اللي خصها يجبد ليها سميتي كتنوض كتجري عليه انا ساكنه هنايا كنت ساكنه انا وبنتي بنتي دابا مجوجه بنتي هذاك الوقت كانت مخطوبه بقيت انا وولدي دابا انا وولدي رحنا عايشين في الجحيم دابا ولدي زيد في 2003 هاد التهم اللي كت... كتتهمني اخويا ديما كتتهمني بالدعاره كتتهمني بالدعاره وانا عندي ولدي وعندي نسيبي عندي بنتي عزبه تبارك الله كبيره راه ماشي صغيره ديك الساعه فاش يلا سكنت ومن وراها ما دربناش شي ربع شهور شنو هي الدريه صافي تكاتوت مع راجل مشات عند راجلها اه حرضتهم عليا عطاتهم فلوس قالت لهم شهدوا ليا عطاتهم فلوس وكاين السيد دابا حاليا كاين وكتقول لهم هذيك مسخه وهذيك كيقول لها عطيه رزقي خليك شي في حالات ما تفهمتوش كتقول لي ما تقولش لي هكاك انا فلوسي غنمشي نصدقهم شهد لها شي واحد انت واحد ما يشهد ليها لدرجه مشات حتى عند واحد السيد راه حدانا لهاد الجهه خدامت تما في ديك البلاصه اللي فيها الرموكات قالت لي تشهد لي ونعطيك 4000 ريال اه غيشهدوا ليها غيشوفوا داكشي الشيء اللي فيها غيشهدوا به داك اللي شافوا وزائد هاد زائد الكاميرات انا خدامه بعرك تافي كنخدم الحرشه والمسمن كنخدم كوزينه في القهاوي كنخدم الميناج عند الناس انا اللي جاتني كنخدم فيها هاد السيده اش بغات لي رزقي خويا جمعتها خويا تحركت عليها وتشويت عليها هاي دي يا خويا يوريوك هاي دي يوريوك هاد السيده بغات تنصب عليا ودي لي 5 مليون ما بغاتش اخويا بغات تخرجني باي طريقه كتسد عليا البيبان البيبان ديما هي كتسد كدير كت سلسله وقفل وكتقول اكي تهجموا عليا هرسولي لي البيبان خسروا لي الكاميرا داروا لي هاد السيده باغي اي حاجه الا دخل غولت ولد صا... داك صاحب ولدي كتقول تقول لك علاش دخل كتنوض ليهم بالسبان والهضره الخاسره عائلتي ولات كتقول قدامهم الهضره الخاسره تما بقاوش بغاو يجيو عندي على قبلها حرموني اش غنقول لك هاد السيده ليلى هي الله طغات عليا بزاف طغات عليا بزاف واش كاين شي وحده غتجلس في دار في دار محل مشيت معاها المحكمه دعيتها الحكم حكم سميتو خرج في الحكم ان ترد لي المبلغ آه المبلغ اللي عطيتها زائد المصاريف آه. باش حكمات هي باقا لحد الان انا ما نفذتش هذا الحكم هذا ملي كيقول لي المحامي سيري قلبي علاش غنحزو ليها باش تضمن رزقك هي كتقول لي ما عنديش اه وكتلعب بالهضره زائد هادشي كتلعب بالهضره مرة كتقول ليهم أنا غنعطيها فلوسها وغتنكرني تقول لك راه ما عطيتينيش إللي درجت واحد الوكيلة الملك قالت لها جيبيهم لعندي ونعطيهم لها على يدي ولا أعطيها شيك ما بغات دير السيدة حتى حل أنا موالفة كندير أخويا أنا موالفة كنديرها مع الناس ماشي مع أول مرة وعطوني رزقي سالت المدة قالوا لي واش نعاود الكونطرا ولا تخرجي ما قلبتش انا المشكله ما قلبتش انا المشكله ما كنتش كنقلب حتى مع الناس الاولين ما كنتش كنقلب معاهم انا آه مشكل طحت فيه معاها مشكل هو ديك الفلوس انا جابداها غير من العافيه قلت لك انا هاد الفلوس جابدها ما غير من العافيه انا كرهان بهم بحال هكا باش ولادي كانوا ولادي الساعه ما كنتش كنقدر شي واحد شي جار يجي يدق عليهم نقصوا التلفازه ولا سكتوا ما تغوتوش ولا هذا كنقول انا مرهان بديك خمسة المليون طيح لي الكرا شويه ناقصه ولادي سادين عليهم دارهم ما كاينش لي هذا السيده دارتني في كرشها انا دابا حاليا معاه الصداع والمشاكل وولدي ديما الاهانه ديما هو خارج بالكلام الخاسر داخل بالكلام الخاسر هي هو اه هي كتعير ولدي ودابا حاليا في هذا الشهر هذا اللي فات راه اعتقلوه راه يومين وهو في الجيور علاش علاش نادت سبت فيه السرقه وسبت فيه السلاح الابيض وسبت فيه بزاف بزاف الحوايج تهماتوا بيهم قاعد ليا كتعني بالضرب غيضربها بها تهماتو. انا شكيت راه عديت شكايات شكيت ولكن دابا ما كيبقاوش يسولوا فيها كان كنوجه النداء اي مسؤول اي حد في هذا الشيء غير غير يفيدني بغيت جمعيات بغيت خوتنا المسلمين نبقى فيهم وشوفوا رأي انا حياتي عذاب مع السيده راه من 2016 وانا حياتي عذاب لنا ولا وليداتي كنعاني وكنعاني انا مشكله كنعاني بزاف ماشي غير شويه ما كاينش شي وحده غتجلس لا ما تبغي تشارجي غير التليفون خاصك تهبط عند حتى المارشي لتحت فين لقيت فين لقيتكم حتى الثمانية باش نشارجي هاد هاد السيدة طغات بزاف طغات بزاف عليا ورا علاش الناس اللي مينوضي شي بحتو في هاد مجل... شي واحد أي نوضي يكري الواحد وياخد ليه رزقو وياخد ليه كل ما يملك وغير محروق عليهم ومعذب عليهم وفي الاخر يجي واحد ياخده من ليه باردين ينصب عليه انا خاصه الشيء تحيد خاصه خاصها دي توقف على حدها باش تبقى عبره لوحدين اخرين ماشي غير اللي جاي ينصب على المسلم وانا بغيت حقي يبان لا بالمحكمه ولا بالجمعيات ولا باي واحد انا راه انا بغيت الناس يوقفوا معايا ويفيدوني انا بهاد الشيء يا جمعيات يا محاكم يا سلطات يا اي حد اي حد انا بغيتو يبين لي حقي في هاد السيده ماشي اليوم رهنت ليا وتاخذ ليا راسك وتخلينا في العذاب هكانيه راه ليله هاي الله راني عييت راني عييت اخوتي اخوتي المسؤولين انا بغيت هاد بغيت حقي يبان بغيت حقي يبان بغيت انا يا هادي تبقى عبره لوحدين اخرين علاش كيقول لك مرا كبيره ما خاصهاش هي تشد لا عندنا الكبير كالصغير كل كل تشد كل شيء كانش دير شي عقاب شهاده ملكيه ماشي في سميتها ملك الغير كتستغلوا هي وكترها العباد الله وتنصب على عباد الله انا بغيت تحيد ليها بغيت تحيد ليها الا كانت مولات الملك جبد لينا شهاده ملكيه ديالها ديالها جبدها انا هاد السيده طغات بزاف ان زوافريه ساكن هنايا حدايا كتحرضهم عليا شهدوا لي نعطيكم 200 درهم للنهار يلا تشهدوا لي في هادي. بيقولوا راه خايبه وقولوا راه ما مزياناش وقولوا فاعله وقولوا تاركه زائد الكاميرات اللي دايره مين غندخل انا هاد الشيء اللي غادي ندير انا دار الدعاره مين غندخله مين غد... قد... انا وجه الدعاره اللي غدير الدعاره وغدير الفساد ما غاديش يديها يكونوا بحال هاد اللي هكا اخوتي المسؤولين راه كنمشي نخدم بكتافي راني هذاك الرزق راني تحركت عليه وتكويت عليه ماشي تجي وحده تهبط من السماء داتو لي وماشي تلملك في سميتها